يخرج السوريون في الشمال المحرر رفضاً لإعلان تشكيل اللجنة الدستورية باعتبارها خيانة للثورة ودماء مليون ونصف المليون سوري، ويخرج في المقابل ما بات يطلق عليهم السوريون بالخونة ومرتزقة المعارضة ليعلنوا على لسان نصر الحريري أن تشكيل اللجنة يعد انتصاراً، انتصار يعبر عنه وزير خارجية نظام أسد بكونه إنجازاً، فيتفق نظام أسد الذي قتل السوريين مع ما يسمى بهيئة التفاوض التي فرضت على السوريين ضد هذه الحناجر وصرخاتهم. لجنة ودستور بطعم براميل ميليشيا أسد، وفوقها كما يقول متظاهرون وقاحة لشخصيات ما زالت تعرف إعلاميا بالمعارضة، والتي سمحت من خلال هذه اللجنة بدفن قرارات جنيف الداعية لوقف القتل وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين وفك الحصار كشرط للانتقال السياسي. لتشكيل اللجنة الدستورية مر قرابة العامين على مهزلة انطلاق اللجنة وحتى الإعلان عن تشكيلها، عامان استهزأ بها هؤلاء اللاهثون للمناصب ومرتزقة الرواتب بالشعب السوري ودمائه النازفة. سقط القلمون والغوطة الشرقية وشمال حمص وسلمت درعا وهجر مئات الآلاف والحديث عن اللجنة. سقط عمر البشير وشكل الشعب السوداني حكومة وما زالت تماثيل المعارضة تتحدث عن اللجنة. أسقط الشعب الجزائري بوتفليقة ويخوض الشعب التونسي انتخابات حرة وما زالت تلك المعارضة تنفذ ما يطلبه نظام أسد والروس وإيران بكل دقة. أما المفارقة أن ديمستورا تعلم اللغة العربية وأتقنها ثم شاخ في الملف السوري، وجاء جير بيدرسون وما زال الحديث عن اللجنة. يعطيك العافية وأتمنى كثير توفيق. هم الخونة. قبل أشهر خرج السوريون وهم أصحاب القرار والشرعية بمظاهرات تتهم تلك الشخصيات المسمى معارضة بالخونة، وحذروهم من الذهاب باسمهم إلى مسلسل أستانة. ضربت تلك المعارضة بمطالب السوريين عرض الحائط مدعي الفهم الأعمق للسياسة، لتكون النتيجة بسقوط شمال حماة وجنوب إدلب وأكثر من 1500 قتيل ومئات آلاف النازحين على يد منظمي ذات المسلسل أي الاحتلال الروسي. أما السؤال الذي بات حديث السوريين، من هؤلاء؟ وإلى متى ستبقى تلك الشخصيات مرتدية لأقنعة المعارضة والتفريط بكل ما خرج السوريون لأجله دون أي مقابل أو ثمن؟ كابوس يعيشه السوريون صراحة منذ 8 سنوات يضاف لرعب القصف والتهجير، أي منذ انكشاف ذاك المخطط الذي أراد تدمير ثورة السوريين، فجرت عمليات إقصاء متعمدة لشخصيات أجمع السوريون على صدقهم وثوريتهم بداية من المجلس الوطني إلى إقصاءات متعمدة من الائتلاف إلى آخر غربلة جرت لهيئة التفاوض لترشح أخيرا هذه النوعيات التي ساهمت وبكل جدارة بتسخيف مطالب السوريين ثم تدميرها إلى إعادة تأهيل بشار وميليشياته.